الفهداوي أكد أيضا أن وزارة الكهرباء ربطت خط تبادل الطاقة الكهربائية مع سوريا لتبادلها أثناء فترة الذروة. الذي حصل مع سوريا هو ربط كهربائي مع سوريا لكي نتبادل الطاقة الكهربائية عندما تكون هناك فترات الذروة مختلفة. يعني احنا فترة الذروة مالتنا الساعة 3 الظهر، هم فترة الذروة مالتهم غير وقت الشتاء مالهم، بارد شتاءنا مقبول، اكو فترة الربيع عندنا طاقة الكهربائية فائضة، هم عندهم نقص، صيف عندهم زيادة عندنا نقص، يعني يصير عملية تبادل، وهذا ما تعمله كثير من الدول، تربط حتى تخفض الأزمة.